اهلا بكم متابعين فلسفير، رجعنا لكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الفنيه. اليوم معنا موهبه شابه واحد صناع السينما المغربيه. معنا اليوم المخرج الشاب زكريا موفق. اهلا بك سي زكريا. اهلا بك، السلام عليكم سي زكريا. اولا كنهنئك على الطرح ديال العمل ديالكم صدر الاخير. شكرا. هو فيلم قصير ياك. الغريب انك شديتي العمل ديالك وطرحتيه في فيسبوك. اولا نبدا معكم من هذه النقطه، كيفاش حتى جاتك الفكره انك عوض ما تمشي انت تطرحوا في الاصدار ديالو يكون في السينما كباقي المخرجين والعمل ديالك، علاش اختاريتي البوابه ديال فيسبوك بالضبط باش تطرح في العمل ديالك؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافه. زكريا موفق، مخرج فيلم السطر الاخير. قمت قبل اخراج عده اعمال، ولكن كما قلتي غنتحدثوا على السطر الاخير. كيفاش طلقتو في الفيسبوك؟ الوغ انا الفيلم اشتغلت عليه في 2020، من 2020 لدابا يعني خرجت به في مهرجانات بزاف، منها الدوليه ومنها الوطنيه، خدينا نصيبنا من الجوائز الحمد لله. بزاف ديال الناس باش كنت بارطاجيت لافيش المره الاولى، كنت مره كنلوح ستوري ولا شي حاجه شي مقتطف كيعجبني في الفيلم كتشوقهم للعمل. كيقول لك زكريا انت اش غنشوف هذا الفيلم هذا؟ صافي يعني كنقول من 2020 لدابا راه 3 سنين. خرجت به بزاف، يعني كتاخذ اراء ديال الناس، كتلاقى مع ممثلين منهم المغاربه منهم الاجانب اللي تصادفنا معهم في مهرجانات على برا، وهذا كيعجبهم الفيلم والطريقه ديال باش اللي كان تصور بها الفيلم وطريقه السيناريو اللي كانت وداك الشيء. كيقول الفيلم زوين بزاف، ماشي حيت كنقول زعما كاين ديالي راه غنشكروا، لا كنقول شنو فوالا. وزايد مني كنحط شي تصويره ديالي وانا في شي مهرجان ولا هذا، لي كومونتير كينزلوا بزاف زكريا بغينا هذا الفيلم هذا امتى. صافي بقيت كنقول كل خطره كنقول نحطو دابا، شويه كيجيك شي مهرجان كيقول لا راه ما عندكش الحق تخرج الفيلم لانك دابا مشارك في واحد المهرجان. صافي قلت غنشوف الفرصه اللي زوينه وغادي نحط فيها هذا الفيلم هذا. والفرصه اللي زوينه جاتني وانا في مهرجان طنجه، صورت شاركت تعرض الفيلم مع مجموعه ديال الافلام مع مجموعه من المخرجين، كانت نقاش كان بزاف الحوايج. ولكن اللي غيقيسني هو واحد الام القصه ديال الفيلم بحال 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 كانت واقعه لها، مي هي ما خداتش حقها، كانت العداله اللي هي العداله المغربيه خدات الحق، ولكن هي بالنسبه ليها كامراه واخا داك الحكم اللي كانت تحكم ما استفدتش منه والو. ولكن ملي تفرجت في الفيلم ما هضرتش معايا في المناقشه، ما دوات معايا ما والو، وانا على برا كنتلقاو تهاني مع الاصدقاء كناخذوا الصور وهذا، كتجي عندي و وعنقتني واحد الدرجه ما كتصورش والله. قالت لي هذاك الشيء اللي كنت كنتسنى انا نديرو لذاك الشخص اللي كانت كرفص ليا على ولدي درتيه انت الواحد اللي ممكن هو غير بيرسوناج في فيلم. قالت لي ولكن انا قد ما هذاك الشخص كان كيتعذب قد ما انا كنت كنقول له سره، حيت هي دايزه من نفس التجربه باش يعني نفسروا للجمهور، لان هو ما عندوش يعني ما مطالعش ما كنظنش ان الجميع مطالع على العمل. دونك حنايا كاشاره منه هو ان انت تناولتي فيه احد الطابوهات اللي هو فيلم العنف الجنسي. دونك قربنا من الفكره ديال الفيلم. هو الفيلم فيلم كيحكي قصه ديال واحد الشخص كان تعرض للاغتصاب في الصغر ديالو، هادشي ما كنشوفوش في الفيلم لانه غير صورة تحكي فوالا. ولكن بقى ديما كيتعذب، واخا كبر بقى كيتعذب، ما كانش كيبقى اللي يسمع ليه لا والديه لا والو، لانه كيحاول يهضر معاهم كل واحد كي مشغول بالحياه. الوغ الدري غيضطر انه يكتب روايه ويعاود فيها شنو وقع، وهذيك الروايه حكى فيها العذاب ديالو مني تغتصب حتى وصل انه غينتقم من المغتصب ديالو. والعنوان ديال الفيلم اللي هو السطر الاخير، علاش دارت السطر الاخير؟ انه هذيك الروايه اللي كان كيكتب داك الشخص ما دارتش ليها نهايه. بقات نهايه مفتوحه، بقات نهايه مفتوحه، ولكن غتجي النهايه من بعد. كيفاش؟ هو ملي جاب داك الشخص اللي تعدى عليه في صغره جابوه ويدفنوا حي، وعرض عليه كيفاش انت بغيتي تموت، واش تموت الموت البطيء ولا غادي تموت الموت السريع.
الموت السريع شنو هو؟ هو فاش النهار الاول داك المغتصب بغى يغتصب الدري جاب لي واحد مصاصه حلوه جابها لي عطاها ليه باش استدرجو بدا يغتصبو، وهو غيجيب نفس ديك المصاصه ولكن يدير فيها السم ويدفنها قدامه، يقول لي الا بغيتي تموت بالزربه خصك تاكل هذه المصاصه، ولكن الا بغيتي تموت بشويه لك خلينا هنا حنا ما خاسرين والو، باقي عندنا الوقت. هنا هذاك الشخص ما غيقدرش يوصل ديك المصاصه الو غيتعذب واحد المده طويله اللي غيموت فيها هو كيشوف في الموت قدام عيني كما كنقولوا، وما عندوش الحيله باش يخرج، فهمتي؟ يعني كنشوفوا هنايا مخرج شاب اللي طرق الموضوع البيدوفيليا بواحد الطريقه فنيه. نعم. مختصره انك انا عندي معلومه انك كنت متعمد انك تزيل جميع المشاهد اللي زايده، عكس بعض المخرجين اللي ما عندهمش مشكل يقول لك مشهد ما غيدي ما غيجيب. نعم. ولكن انت كنت حريص على ان العمل ديالك يكون كامل مضبوط، يعني مشاهد ديالو تكون عندها واحد المعنى. نعم. ياك هاد النقطه هادي كتحيل لنا انك بغيتي كنتي حريص على ان العمل ديالك يبقى شاد الجمهور اطول مده ممكنه. نعم. هو الفيلم تحذفوا منه اكثر من 9 ديال المشاهد، والمشاهد ملي كنقولوا مشهد راه كنقولوا مجهود، كنقولوا فلوس، كنقولوا ايام تورناج، ايام مونتاج، ولكن ملي كتفرج في الفيلم زائد دوك 9 المشاهد كتلقى نفس الفكره، وحيدتي دوك 9 المشاهد وبقات نفس الفكره، اذا لا فائده منه. الا جمعنا دابا مجموعه من الامور والنقاط اللي شرتي لها في الحديث ديالك وفي الاجابات ديالك، كنلقاو انك عكس مجموعه من المخرجين. دابا كنشوف مجموعه من المخرجين الهدف ديالهم والغايه الاولى والاخيره ديالهم دق العالميه، دق باب العالميه هو الربح المادي. ملي غتم طرح ديال العمل ديالك في فيسبوك وغيتم يعني انك تخلص مجموعه من المشاهد لمجرد انك شفتي انها ما غتزيد والو، ما غتشكل حتى شي اضافه للعمل، فكنشوفوا ان الهاجس المادي ما مسيطرش على زكريا موفق. لا ما كيهمنيش الهامش المادي، كيهمنيش اللي كيهمني هو تكون الصوره ديالي انا نقيه، لانه كنعرفوا بعض المخرجين ولا بعض الممثلين اللي ممكن انه دار واحد المشهد ولا فكره كنحطها كيخلص الضريبه ديالها لدابا، وانا كنقول ان يلاه بادي في الاخراج، مع العلم اننا دخلت الدومين في 2009 ولكن الاخراج من 2020 وانا كنمشيت من طريق ديال الاخراج، يعني انا ما باغيش نحط. ومشيتي للطريق ديال الاخراج بعد التكوين بيان سور، ماشي من 2009 من 2009 ل 2020 دوزت جميع المراحل ديال كل ما كيتعلق بالسينما باش نقدر نقول على راسي مخرج خصني نكون فاهم في كل شيء. كما نقول قلت لك يعني انني انايا الهامش الربحي ما عندي ما ندير به، الا كنت انني غندير دابا وغنربح كما نقولوا واحد المبلغ كبير وغنخلص الضريبه ديالو من بعد 4 سنين ولا 5 سنين، راه هذيك الفلوس اللي ربحت دابا راه ماشي هي اللي غنربح. يعني انت مآمن بان الفن هو رساله كنوصلوا به واحد الرساله للمشاهد، وهذا هو اللي مسيطر على التفكير ديالك رغم انك شاب بدايه مشوار ديالك الفني. فغندويو على المخرجين الشباب، كتواجههم مجموعه من الصعوبات، فشنو هما الصعوبات اللي كيلقاها زكريا موفق؟ هو شوف السوق المغربي فيه بزاف ديال المخرجين، مع احترامي لهم من واحد تلو الاخر، غير هو كيخصنا شويه التنوع، لانه التلفازه ما كتبقاش باغي غير واحد كما نقول واحد سلف بوحدو. التلفازه راه عندنا شباب من 16 عام ل 24 عام، ومن 24 عام ل 36 عام، من 36 عام ل 46 عام، هادو خصنا كل سلف نعطيوه مخرج اللي غيليق به. انا ما يمكنش انني انايا فلاش ديالي دابا غنتفرج في واحد الفيلم اللي كيعاود على المراه مطلقه وداك الشيء، ما كيهمنيش، انا باغي شي حاجه ديال الشباب. لا تقيسني، انا كتقيسني كأنا شاب وغنلقى راسي فيها. هذا الشيء اللي واقع للمخرجين الدراري اللي بحالنا، كيتلقاه كاتب فيلم واعر حاط لي افكار واعره، ولكن ما لاقيش فين يسوقوا ولا شكون اللي غيحتضن داك العمل. ولكن في 2022 جاو الناس اللي كيفهموا هذه القضيه، اللي هما شركه اجنبيه جات ولات كتشتغل مع مخرجين شباب مغاربه.
راه فيلم كازا ستريت شركه اجنبيه عطاتنا قصه اللي كتحكي على الشباب المغربي ومعظم الشباب بغاوها لدرجه كاين مشى دار اشتراك في شهيد باش يتفرج باش تقول لي انا شاب مغربي غير يمشي يخلص 300 درهم باش يتفرج يعني قاسوا العمل ولقاه كيمثلوا يعني لقى راسو فيه لقى راسو فيه انا ما غنلقاش راسي فيه ملي غنشوف فيلم كيقول واحد كل شيء عائله ديالهم لاباس عليهم وانا يا كنعيش في واحد المجتمع اللي بسيط جدا دابا يلا انتهى التصوير ديال الفيلم ما نقدرش نعلن على الاسم ديالو مخرج ديالو يلا تخرج بعام من ورزازات صعيب باش غتلقى التلفازه المغربيه غتثيق في دري تخرج بعام ولكن علاش نتسناو حتى جات شركه اجنبيه وثقت فيه مع العلم انه فيلم يحترم معايير دوليه يعني كتقول ان الوسط الفني المغربي والسينما المغربيه ما غاديش توصل لمراتب كبيره في غياب الثقه خاص هذوك يعني خاص الثقه خاص الثقه صناع العمل سواء كانوا شباب او لا غير كاينين الناس اللي كبار في السينما وعندهم رؤيه شبابيه كاين اللي باقي عنده نفس الطريقه ديال الخدمه اللي خدم بها في 2002 اللي خدم فيها في 2012 خدم بها في 2022 مع العلم ان داك الشيء غادي كيتطور راه بزاف الحوايج تطوروا حنا نقدروا نقولوا ما تقدرش تحتضن كل شيء ولكن نسمعوا لكل شيء ونعزلوا منهم واحد شويه واش غياب الثقه اللي دويتي عليه دابا ممكن يفسر لنا هاد المفارقه الغريبه اللي هو حنايا مثلا السينما المغربيه ما غنكروش انها كتعرف واحد التطور شيئا ما كنشوفوا دابا واحد الزخم ديال المهرجانات في المغرب اللي كيخلي يعني الاجانب او الناس اللي ما كيعرفوش الواقع ديال السينما واللي بعد عليه وحتى المواطنين لان ماشي كلشي عارف شنو هو الخبايا ديال الميدان يقولوا بان السينما المغربيه راه هذا ما عرفت فين وبان واو راه ولا عندنا مهرجانات بزاف فعكس دول بعض الدول اللي ولات فهمات ان من انطلاقا من السينما ومن المسرح ومن الفن عموما ممكن انني نروج لبلادي سياحيا نروج للثقافه ديالي ممكن انني نخلق فرص ديال الشغل بلادنا حنايا بقى ما وصلاتش وما فهماتش هذا شنو اللي كيعيق الفهم ديالنا والصناع ديالنا ديال السينما لهذه القضيه بحكم شويه من داكشي اللي كنعرف لانني ما تقدرش تفهم في كل شيء يعني بحكم داكشي اللي كنشوف انا هو كتلقى ما كاينش تغييرات في خليه الكتابه ما كاينش تغييرات في شركه الانتاج ملي كنلقاو التلفازه المغربيه مع احترامي لكل واحد لانهم كنشتغل معاهم ماشي كتلقى ان مثلا التلفازه المغربيه كتقدر تلقى شركه نفس ليكيب نفس اللي كاتبين السيناريو يعني كتولي توقع حتى الفيلم القصه اللي كتبدل او كتوقعها كيفاش غادي تكون لان نفس العقليه خصنا حنا نبدلوا هاد المسائل هادو التلفازه المغربيه مشات واحد الريتم واعر في الدراما واعر لدرجه ان دابايا كنحمد الله ونشكروا انه بداو كيترجموا فوالا في الامارات يعني هذه حاجه واعره بالنسبه لنا ولكن نحاولوا نغيروا شويه نعطيو شويه الدراما شويه لاكسيون شويه باش هذا الشيء ونبينوا بلادنا لان حنا دابا راه مشرفين على اننا كاس افريقيا 2025 خصنا نبينوا بلادنا نبينوا راه شنو فيها وشنو فيها وشنو فيها وشنو فيها الواقع ديال بلادنا ونبينوا ثاني الواقع ديال بلادنا راه تركيا نهار بدات النهار الاول ماشي هي تركيا ديال دابايا نرجعوا الاول فيلم مع اخر فيلم فرق كبير فعلا يعني خدموا على من خلال افلامهم خدموا على كيطوروا ريوسهم بينوا ثقافتهم ثاني من كثره المهرجانات انايا بحكم انني كنشارك في مهرجانات ما كنشاركش في كل شيء كنعزل يعني علاش انتقائيه دائما حاضره ضروري خصك تنتقي ولكن مدينه كتنظم مهرجان وما فيهاش السينما عيب مدينه تنظم مهرجان وما عندهاش هي قاعه سينما ولكن دابا راه المركز السينمائي مع الحكومه ووزاره الاتصال وداك الشيء قرروا انه كان واحد الدعم لاعاده هيكله ديال مجموعه ديال دور العرض هذا الشيء زوين لانه النهضه ديال السينما بدات غدا في المغرب بدات كترجع فيها الحيويه ولكن خصنا نعطيو الانتاجات الزوينه فعلا ففي الاخير ما يعني الحوار شيق وكل شيء ولكن قبل ما نختمو بغينا نعرفوا شنو الجديد ديال زكريا موفق الجديد ديالي هو اشتغلت مؤخرا فيلم امازيغي مع شركه مغربيه كتشتغل في الميدان الامازيغي بزاف ما غاديش نقدر نعلنه لانه احترام العقود وداك الشيء هذا فيلم طويل قمت بالاخراج ديالو وحنا في مناقشه مع شركه اجنبيه
باش عنصر اجنبي عاوتاني داخل باش نقوم باخراج ديال السلسله فيلم من 8 حلقات. سيناريو عبد الربي هنيت وانا اللي ندير الاخراج ان شاء الله. انتاج مشترك ما بين الشركه ديالنا وشركه اجنبيه ان شاء الله. كنتمنى لك التوفيق زكريا وكنتمنوا ان ايضا الواقع والسينما المغربيه تطور اكثر واكثر ونشوفوا الافلام ديالنا علاش ما يقدروش يوصلوا حتى للعالميه وبان نولي كنشاركوا في مهرجانات عالميه بافلام مغربيه. مشاهدينا كان هذا هو لقاءنا اليوم على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.